ما كاينش وصلت لهاد الدرجة 3 سنين ديال وهي كتدير العصبة متابعة، هادشي عادي. الكبوة كتجي لأي فريق، أي نادي كتجيه. ولكن جانا شنو هو؟ ويمكن لي غادي نحذف معاك هاد البرنامج كاع إلا زدتي قلتي شي كلمة. فريق ريال مدريد 3 سنين هو كيدير العصبة، 13 لقب، مالك العصبة، حتى شي نادي ما بلغلو في العالم. عادي شي عادي، وصلت للربع عادي. أشياء عادي لا بصح عادي لا هذيك عادي هذيك الحولي غير بالنسبة صداقة درناها ما دخلش في إطار الريال كاع طيح الرياح النشاط شي طبيعي ذاك الشيء خسروا لا شنو خويا درنا طبل غير حشمة صافي وعلاش يخسروا ما لو كانوا يحشموا العرض ما يجدوش فينا رابحين انتوما خاسرين شنو رابحين شنو الدين عندنا لاعب واحد لوراندو دي 5 يساوي البارسا كان عندكم في المزناقي كان عندكم مشى ما عندنا هو عنده 5 كان عندكم كريستيانو للريال كان عنده 5 ديال العصبات منين فهمتوا مال اللور رجعتوا اللور لا ما رجعناش اللور غادي لقدام يا غادي لا غادي لاشي تروازيام العوده ديال زيدان العوده ديال زيدان خلت البارسا كانت غتلعب دوزيام ايكيب خلت البارسا لعبتها بريمير ايكيب علاش الخلعه بيب خويا عزيز بيب خويا عزيز واش فهمتي ما فهمتيش عوده زيدان للريال هازار بامبي كانطي ومازال المزيد على فيستا كنشكر الدراري كاملين شكون فيهم كنشكر الدراري كاملين البارساويين والريالين الروح الرياضيه وحنا مساندينهم واخا حنا ما دينش البطوله حنا مساندينهم وفيف اليوفي وفيف الوار وفيف اليوفي وفيف البارسا